صباح الخير مشاهدينا بآخر الأسبوع، إن شاء الله كان أسبوعكم كتير حلو. قديه حلو يخلص الأسبوع بخبرية إنه بكرة على زمننا اليوم بهالوضع الكورونا اللي عايشينه، بهالأوضاع البشعة اللي عم نقطع فيها، نعرف إنه في شاب 15 سنة عم بيتطوب بكرة قديس على زمن يمكن فرحة الأمل اليوم عم تعطينا جرعة أمل إنه بعد لو ما القديسين، لو ما العذراء، لو ما صلواتنا اليومية عم تخلينا اليوم نكون قوية، عم بتخلينا نكون إذا بدنا نقول عم نصلي من قلبنا وربنا عم يستجيب من ورا ما يبعث لنا طوباويات على الأرض بزمننا هلأ. خلينا هلأ نشوف هون كمان لهيدا الشاب اللي عم بيستعمل لابتوب مثل أيامنا العادية، مثل عم نحكي على طوباوي بزمننا مش عم نحكي أيام زمان. خلينا نشوف الفيديو. يعلن الفاتيكان في العاشر من تشرين الأول تطويب الشاب كارلوس أكوتيس، وهو شاب توفي برائحة القداسة عام 2006 وكان يبلغ من العمر 15 عاما. البابا فرانسيس وافق مؤخرا على أعجوبة التطويب وحدد العاشر من تشرين الأول يوما للاحتفال بالتطويب. عرف كارلو بحبه لصلاة الوردية المقدسة وعبادة القربان واستخدامه التكنولوجيا للبشارة، حيث استطاع في عمر 12 سنة أن يبني موقعاً إلكترونياً خاصاً بعجائب القربان الأقدس وزهورات العذراء. يركض جثمان الطوباوي الشاب في مدينة السيزي بلد القديس فرانسيس. والدا كارلو سيحضران احتفال تطويب ابنهما التي لا تزال تشهد منطقة أمبريا الإيطالية على عجائب بشفاعته حتى اليوم. خلونا كمان اليوم نختم أسبوعنا بوقفة مع مريم، شوف شو رح تعطينا. مع مريم بيطلعنا إنجيل متى ببدايته لما بيحكي عن نسب يسوع بالتعريف عنه إنه ابن داود ابن إبراهيم. كذلك بإنجيل يوحنا الفصل 8 حوار غريب بيقول فيه يسوع إنه إبراهيم كان ناطر يشوف يومه وفرح لما شاف تحقيق هاليوم وتم هالانتظار. وكأنه بتاريخ الخلاص، بتاريخ تدبير الله ومشروعه، في عنا إبراهيم بي المؤمنين ناطر يصير إيمانه واقع ملموس مع تجسد ابن الله. ولما نفكر بإبراهيم منفكر بزوجته العاقر سارة، كيف صارت أم لسلالة عظيمة منها رح يخرج المسيح المنتظر. بالمقابل مريم البتول لا تعرف رجلاً كمان رح تصير تحت الصليب أم لتلاميذ كسر لسلالة من تلاميذ المسيح ما بتخلص لكل الكنيسة. والغريب إنه بين النساء يلي بيذكرن متى بنسب يسوع ما بيذكر اسم سارة، فقط منشوف إسحاق، إسحاق ولد يعقوب، يعقوب ولد يهوذا، لحد ما نوصل إلى يوسف خطيب مريم زوجة يلي ولد منها يسوع. مع سارة العاقر بيّن عجز الإنسان، ضعفه، فقره أمام الرب الخالق. الله هو اللي بيعطي الحياة. وحتى لما راحيل تألمت وبكيت وصرخت من عمق تعاستها لزوجة يعقوب تقله عطيني ولد وإلا بموت، غضب يعقوب وقال له شو أنا الرب يلي حبس عنك ثمرة الرحم. العقم معتبر نوع من لعنة بالشعب القديم، غياب بركة الله عن استمرارية النسل. هالعقم رح ياخد معنى آخر مع وعد الله وعهده للإنسان، رح يصير بركة مش بس للعائلة الصغيرة ولكن بركة لكل الشعب، لكل الشعوب، مثل ما قال له لإبراهيم بك تتبارك كل الأمم. العقم هو انتظار، انتظار وما منعرف نهايته لوين. هو انتظار بضل مفتوح، مفتوح للرجاء، مفتوح للقدرة الإلهية، مفتوح
لإرادة الله يلي ممكن تتخطى قوانين الطبيعة. العقم انتظار، العقم شوق أمام الخالق، اعتراف بعطاياه، اعتراف بمجانيته، بقدرته المطلقة. وهيدا اللي فهمته مريم لما عرفت إنه نسيبتها إليصابات العجوز والعاقر هي حامل بالشهر السادس. عرفت إنه لا شيء مستحيل عند الله، هو رب المستحيل. ومثل ما قال النبي أشعيا قديماً: افرحي أيتها العاقر، وابتهجي التي أيتها التي لم تلد، لأنه ولادك رح تكون عددها أكبر بكتير من ولاد المتزوجة والمحبوبة. أولاد المرزولة رح يزيد عددهم، رح يكونوا شعب بكامله، رح يكونوا البشرية بكاملة. من العاقر سارة إلى البتول مريم، واضح أنه مسيرة الخصب مصدرها ونبعها هو الله، هو خلقها. ونحن اليوم حياتنا عقيمة من دون خصب الرب. شو ما عملنا من دون حضور الله بحياتنا، حياتنا ما بتحمل ثمار. أعمالنا، رسالتنا، كل شيء منقوم فيه غير مثمر إذا ما كان الله القدير على كل شيء هو اللي عم بيحط فيه الثمر. ومع مريم من آمن إنه بتوليتنا هي خصب، لأنه الله بيعطيه المحبة، الحياة، الثمار. حتى بالزواج، حتى بالأولاد الكسر، مسيرتنا هي مسيرة بتولية مع مريم، لأن نتلقى الخصب من الله. خلينا نآمن بهالشي. آمين. مشاهدينا، اليوم بفقرة الإيفنت رح أخبركم على هيدا السؤال اللي بنسأل دايما: بحط نعب على الطاولة ولا ما بحط نعب على الطاولة؟ خلوكم معي. كتير بنسأل إذا بحط نعب عن هار عم بعمل إيفنت على طاولتي ولا ما بحط نعب. النعب انخلقت من زمان لما كانت أم العروس هي عم تعمل لها جهازة، تخيط لها دانتيل البروتون وتتفخر فيه قدام أصحابها ومعازيمها إنه هيدا الشيء اللي عملته لبنتها. ومنشوف من زمان النابات كانوا كلهم معمولين من دانتيل. على مرور الزمن الناب صارت وسيلة لتخبي الطاولة إذا كان فيها جروحات أو تتعطيها لون. الناب هي وسيلة لنزين، منا شيء ضروري. أنا بحب شدت على هذا الموضوع إنه لما نعمل الطاولة نشوف حسب أول شيء شو التام تبع الطاولة، شو عم نشوف من الطاولة. نحن عاملين لها فينتج، حلو نترك طاولة خشب، بالعكس تلعب دور، بتكون وسيلة عم بتساعدنا لنزين. عم نلعب طاولة أكتر فلاورز وإزاز ومرايا، حلو نحط مراية على الطاولة ومنها يطلعوا الجطات أو يطلع الزهر. عم نلعب طاولة قديمة كريستال، عم نلعب طاولة شوي أكتر بدها تكون كلاسيك، فينا نحط الناب. دونك الناب هي وسيلة لتزين، مش وسيلة اضطرارية. أنا بحب وبشجع انه البنت لما بدها تعمل الطاوله تبعيتها تشوف اول شيء شو الجطات اللي بدها تستعملها، شو القصص بدها تستعملها على الطاوله، ومن هونيك بتروح على فكره يا بتحطها يا لا. خلوكم دائما عم تحضرونا كل جمعه لنعطيكم تيبس، بس برجع باكد وبعيد هيدي الجمعه انه الناب منا اضطراريه. نقوا اول شيء تام الطاوله، نقوا شو رح تحطوا عليها، بعدين شوفوا اذا رح تحطوا ولا لا. خلوكم معنا. قدي حلو الإنسان يتكل على حاله وهو يشتغل وما يضطر يعوز حدا بالحياة. ومثل ما ربينا على جملة الشغل مش عيب، في تلميذة جامعية اسمها ليا قررت إن ما تعوز حدا وما تضطر تمد إيدها لحدا. ما استحت، عم تدرس سياحة وقررت تشتغل حاملة نظافة بشركة رامكو. مثل ما عم نشوف هون بالصور بنت، يمكن أول بنت بتفوت على هيدا الدومين من الشغل. منا خجلانة من حالة، بالعكس نحن من هون من منبر مريم تي في منحب نقلها منحييكي وخليكي بهيدا الشجاعة اللي انت فيها، وان شاء الله بعد بتلاقي كل طموحاتك بتحققيها.
ومنه برجع بأكيد الشغل مش عيب، مش نميد إيدنا للعالم، لا خلونا نحن من حالنا نبلش نشتغل أي شيء يقدر على القليل يجيب لنا لقمة العيش تبعنا. من هون بحب نوقف هلأ مع هنا فكرة. حالات الفشل بحياتنا، بعلاقاتنا، بشغلنا كتيرة. كيف منقدر كأفراد كأشخاص نتخطى هيدي الحالة؟ أول شيء دايماً بدنا نتجنب المواقف اللي بتزعلنا، نتجنب الذكريات اللي بتحبطنا، وبالمقابل منفتش على طريقة نقدر نستمتع فيها بالموسيقى على مثلاً بوقتنا، أو نستمتع بالأشياء اللي هي بتخلينا نطلع من هالمود اللي نحن فيه. يعني نفكر بنجاحات تانية، نأخذ عبرة من الماضي، نقدر ناخذ هيدا الدرس اللي تعلمناه ونقول أنه نحن ما بدنا نوقع بنفس التجربة مرة تانية، ووضع خطة مناسبة نقدر نتجاوز من خلالها الأسباب اللي وصلتنا للفشل. ممكن نظهر ب فاكانس ب يعني نبتعد عن المطرح اللي نحن فيه بانطلاقة جديدة بمطرح جديد، ودائما بده يكون في عنا عزيمة على النجاح، وننتبه على عباراتنا على أهدافنا. العبارات قصدي أنا يعني على العبارات اللي ممكن نحن نحكي فيها مع الآخر أنه ما تكون جارحة، لأنه مرات حالتنا النفسية بتأثر كتير على تصرفاتنا مع غيرنا. من المفيد جداً تقوية الصلة بربنا، من المفيد جداً تقوية الصلة والحرص على الصداقة، على العمل، على الأشخاص اللي بيحيطوا فينا واللي هن عم يعطونا إشياء إيجابية. وكل اللي مرقوا بهيك ظروف هن بحد ذاتهم قدروا ينجحوا بعدين، وصاروا إذا ما كانوا ناس قادة بالحياة أكيد صاروا ناجحين بمواقعهم مطرح ما هن. فإذا الفشل منه شيء بيوقفنا، بالعكس هو داعم، حتى لو كان فشل بعلاقتنا العاطفية أو فشل بأي شغلة عملناها بحياتنا. نصيحة أعطيتكم إياها اليوم، بتمنى بلاقيكم بنصيحة جديدة. أعزائنا المشاهدين، بريك ومنرجع أنا وزميلتي منال بفقرات متعددة، خلوكن معنا.